يقول يوم جيت عند الراعي إلا الراعي يصيح، قلت وش فيه؟ قال والله ذيب خذاله طلي ومشى. طيب السلاب وين؟ قال السلاب عجزت عنه. وين راح الذيب؟ باتجاه وش؟ قال باتجاه الحزوم هذيك، في حزوم وعرة جبال صخرية وعرة. يقول والله وانا اطلع الرشاش من الجيب، وانا ركب الرشاش واخذ الدربيل ومعه خويه، وحنا نروح لما الجبال ونقص نقص ثره، لهذا ثر الذيب مخابط الذيب. يقول والله قصينا وصفطنا الجيب، لان بعض الاماكن ما يطلع بها السياره. يقول نمشي مع ثرى الذيب، نمشي لين طلعنا فوق ذاك الحزم. طلعنا فوق ذاك الحزم الا المنظر قدامي، يقول المنظر مو بعيد، قدامي المنظر ذيب، نفس الذيب هذا ياكل من الطلي، يطلع لحم من الطلي ويعطي ذيب جالس بجنبه. قال خويه، قال ادخل على الله، خل الذيب لا تذبحه، ترى هذا بار ببوه او امه، يوكل امه او ابوه، والذيب تعرفون صفاته، بار بوالدينه الذيب. قال والله لا اذبحه. قال ولدي اتق الله، اتركه خلوا صدق على غنمه. قال والله لا اذبحه. هم يسولفون، هم مد الرشاش اللي هو يلتفت له الذيب. طبعا الذيب هذا ما ياكل، يوكل ابوه او امه، هو يلتفت لهم الذيب، يقول المشكله الذيب ما انحاش، قام ينظر لنا وتقل صار بين، تقل صار قدام ابوه، ما ادري امه الذيب، تقل صار قدامهم يعني يخفي ابوه عنها او امه. يقول انا مد الرشاش وانا انفض بطلقه ويطيح عنده، يوم نفضت بطلقه وانا مستانس. الا خوي يقول يا ابن حلال والله العظيم يمكن الله ينزل فيك هالعقوبه، والله حرام، ذي حيوان يوكل ابوه، حيوان يوكل حيوان وانت تسوي به هاللون. قال هذا كلا طلي من طلياني. قال واذا كلا طلي من طليانك وش المشكله يا اخي؟ يقول حنا رحنا قربنا للذيب هذاك الثاني الكبير، يقول والله العظيم من يعني ما نقدر ناصله بالحيل، ليش؟ وعره صار بيني وبينه يمكن بحدود 15 متر او 20 متر، ما نقدر، لازم ننزل نزول ونطلع له طلوع. يقول والله انه قام على حيله، يا الله يقوم ذيب هرب سبير، يقول يا الله بالله يقوم. هو يعوي عوي يعوي، هو يقط نفسه من فوق الجل، يقط نفسه على راسه، انتحر هذا من القهر انه ذبح ولده قدامه. ويضحكوا، قال هذاك خوي يقول والله العظيم والله الا تشوفها بعدين، هذه الا تشوفها بعدين. يقول لي انا تدري يا محمد؟ قلت قال صار لي 35 سنه الان متزوج ولا جاني ظنى، ما جاني ظنى ابد. يقول والله اكثر من 100 مره او 1000 مره وانا حلم من هذيك الايام لليوم هذا، وانا حلم بالذيب هذا. يقول الان لي 20 سنه ما اذبح شيء على وجه الارض، مخلوق ما اذبحه مهما كانت الظروف، يجي ما اذبح النمل، النمل بدرجه ان النمل هو داخل البيت يقول ما اجي اتركه، وتزوج 3 حريم. يقول انا اعرف علتي، وانا مع العلم ما بشيء، انه والله قطع ظنائي والسبه الذيب. يقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ويحلف لي حلف، ومعروفه سالفته بس ما هي نازله على اليوتيوب ولا شيء، انا اللي سنبت لكم شخصيا والرجال موجود هنا. يقول والله ان ادري انها حوبه، وادري ان هذه عقوبه من الله سبحانه وتعالى علشان الذيب. طيب اقول يا قانصين الذيب صدوا عن الذيب، خلوه في حاله يعشي عياله، مثله مثل غيره يحوف المكاسيب، يتعب على رزقه ويعصر مناله. الذيب به شيمته للعز والطيب، وبه من شموخ النفس اجا مجاله، تبي الدليل انه يجنب على العيب، يترك هلايمها وياكل جزاله. تبي الدليل انه يجنب على العيب، يترك هلايمها وياكل جزاله.